5500 طن هي كمية الإنتاج المحققة من نشاط تربية المائيات خلال سنة 2020، بينما تسمح الطاقة الإنتاجية للمشاريع المنجزة بتجاوز مستوى 25000 طن، الأمر الذي دفع بالوزارة الوصية إلى تشخيص العراقيل لتسريع وتيرة الإنتاج وتدارك التأخر المسجل. هناك تسهيلات يعني ضريبية وتعريفية كما شفتوا، يعني فيه تخفيض على لاتيفيا. ثاني شيء فيه عمل يعني جديد، انه قمنا باحداث الاسبوع الماضي شبكه وطنيه لكل العاملين في قطاع الصيد البحري وتربيه المائيات، قصد مرافقه سواء الصياد البحري او سواء مربي المائيات. ثالث شيء انه فيه نص قانوني يتحضر فيما يخص، وهذه تحت تعليمات السيد رئيس الجمهوريه، فيما يخص احداث تعاونيات دي كوبيراتيف للصياد البحري وكذلك لمربي المائيات. عندي أنا يعني أمل كبير أنه بالنسبة لتربية المائيات الأسعار تحسن المقبلة سوف تعرف انخفاض. المستثمرون من جهتهم يؤكدون على أن سير مشاريعهم تدعم بعد قرار تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 19 إلى 9%، مع انتظار تسهيلات من شأنها تقديم تحفيزات أخرى. وعدنا الوزير والهيئه والسلطات باش نوسعوا، احنا الانتاج تاعنا راهو 500000 الفان في العام، وناويين ان شاء الله العام الجاي نلحقوا المليون الفان، وشي عندنا مشكل في الارض وامور اداريه ان شاء الله يحسنوا لنا في الوضعيه ونساهموا في الانتاج الامن الغذائي. الاثمان دروك راهي طالعه في السوق، لان كل هذه المدخلات تاع هذا الانتاج راهي تجينا من الخارج، يعني من صغار اسماك من اعلاف راهي تجينا من الخارج، تكلفنا بالعمله الصعبه، ما تكلفنا بمبالغ طائله. نسعى مع الوزاره الوصيه بايجاد ارضيه باش ان شاء الله بربي نديروا هذه الاسماك الصغيره تكون الانتاج هنا في الخارج باش نقلصوا في التكلفه. بلوغ إنتاج يقدر ب50000 طن مع حلول 2024 هو ما جاء في مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بقطاع الصيد البحري في استراتيجية من شأنها الاستجابة لمتطلبات المستهلك.